الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الاتصالات للاطلاع على تطورات إنشاء مراكز البيانات والسحب الحاسوبية، ويوجه بتكثيف الجهود لتعزيز وزيادة الاستثمارات في القطاع. الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ويشدد على خطورة استمرار التصعيد العسكري في الإقليم وتأثيره السلبي على الأمن ومقدرات الشعوب. اجتماع لحركتي فتح وحماس في القاهرة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة، وبحث آلية عمل لجنة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم. رئيس الوزراء يشيد باحتفالات أكتوبر واصطفاف تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة، ويؤكد الرئيس بعث رسائل طمأنة تؤكد قوة الدولة وقدرتها على حماية مقدراتها وسعيها الدائم لإقرار السلام والاستقرار. وزارة التعليم توجه المديريات بفحص إجازات وإعارات وندب المعلمين لسد العجز، والمدارس توجه طلاب الثانوية العامة للالتزام بحضور التقييمات الأسبوعية.